هل نحن على الهواء؟ أحبائي تلاميذ عصافيري الصغار، أهلا وسهلا بكم مجددا في مدرستكم المفضلة مدرسة نت. هذا الفيديو مخصص لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي في مادة التربية العلمية والتكنولوجية. حسنا، اليوم ذهني مشتت قليلا، سوف أشارك معكم اعترافا خطيرا. إنني أتذور جوعا، نعم إنني أتذور جوعا، وأشتهي طبقا لذيذا يحتوي على لحم مطبوخ مع البطاطا والجزر والبصل، وأتناوله مع عصير بارد، عصير البرتقال. ولكن المشكلة هو أنني لا أستطيع أن أصنف كل هذه الأغذية التي ذكرتها. هل ستساعدونني في تصنيف هذه الأغذية؟ حسناً، لهذا سوف نتطرق إلى هذا الدرس الذي عنوانه أصنف أغذيتي. عنوان هذا الدرس هو أصنف أغذيتي. هل أنتم جاهزون لكي تصنفوا معي كل هذه الأغذية؟ هيا. ولكن قبل ذلك دعوني أذكركم مرة أخرى بسلسلة الفنت لدار أسامة للنشر والإشهار. هذه السلسلة هي مصممة خصيصا لكم أيها التلاميذ، وذلك لكي تتدربوا على حل التمارين والفروض ونماذج للفروض والاختبارات في جميع المواد لأطوار الابتدائي. سارعوا في اقتناء هذه الكتب في أقرب مكتبة لكم. والآن نبدأ مع بعض هذا الدرس، وأطلب منكم أن تفتحوا كتابكم المدرسي في الصفحة 34 أكتشف. وإذا نتطرق إلى أول تمرين، عبر عن الصور. إذا لاحظوا أول صورة في كتابكم المدرسي وقد تظهر بشكل واضح. الآن أول سؤال، ماذا يقول؟ سمي بعض الخضر والفواكه التي يشتريها الأب من السوق، ومن أين يتحصل عليها الخضار؟ إذا هذا الأب، لاحظوا إنه في السوق، إنه مع ابنه في السوق. في هذا السوق سوف يشتري الأب مجموعة من الخضر والفواكه، فهو سوق للخضر والفواكه. سوف نقوم بتسمية بعض الخضر والفواكه. إذا نبدأ أولا بالخضر. هيا سموا لي مجموعة أو بعض من الخضر. على سبيل المثال الجزر، البصل، البطاطا، أليس كذلك؟ هل هذه تعتبر خضر؟ نعم إنها خضر. الآن نتطرق إلى الفواكه، سموا لي بعض الفواكه. هيا على سبيل المثال، هيا ما هي الفواكه التي تعرفونها؟ على سبيل المثال فاكهة كنا نأكلها في الصيف وهي البطيخ. البطيخ يعتبر فاكهة. أيضا على سبيل المثال العنب، هي أيضا فاكهة من الفواكه التي نأكلها في فصل الصيف. يوجد أيضا البرتقال، التفاح، الموز، البطاطا. لا، البطاطا هي ليست فاكهة، هي خضر، هي تصنف من بين الخضر. حسنا، نعم إجابتكم كلها صحيحة. أين يتحصل عليها الخضار؟ في رأيكم أين يتحصل عليها الخضار؟ إما يتحصل عليها من سوق الجملة، أو يتحصل عليها، إذا في رأيكم الخضر والفواكه من ينتجها؟ ينتجها الفلاح. إذا الفلاح ينتج الخضر والفواكه، ويأتي الخضار لكي يشتريها من الفلاح ويبيعها إذا في السوق. إذا نعيد، قلنا بأن الخضر، لقد اخترنا لكم هنا البطاطا، الجزر، البصل. أما الفواكه اخترنا هنا البرتقال، التفاح والموز.
ويتحصل عليها الخضار من الفلاح أو من سوق الجملة. مفهوم؟ الآن الصورة الموالية، ضع سطرا تحت الجواب الصحيح. اشترت الأم الحليب، الخبز أم اللحم؟ لاحظوا في هذه الصورة لدينا أم وابنتها ذهب إلى ماذا؟ هل ذهب لكي يشتري أو هل تشتري الأم هنا تشتري الحليب؟ هل يوجد حليب هنا؟ لا. هل يوجد خبز هنا؟ لا. هل يوجد لحم هنا؟ نعم يوجد اللحم. إذن ذهبت الأم عند الجزار، والجزار هو الذي يبيع أنواع اللحوم. مفهوم؟ الآن سمي أغذية أخرى نتحصل عليها من الحيوانات. حسناً، ماذا نتحصل من الحيوانات؟ يوجد حيوانات تعطينا أغذية. ما هي هذه الأغذية؟ على سبيل المثال البقرة، ماذا تعطينا البقرة؟ تعطينا مجموعة من الأغذية، تعطينا اللحم، تعطينا الحليب لأننا نحلب منها الحليب، ويمكن لهذا الحليب الذي نتحصل عليه من البقرة أن نصنع منه مختلف أنواع الأجبان. إذن من البقرة فقط تحصلنا على اللحم، الحليب والجبن. إذن نجيب على هذه الأسئلة: الحليب، الجبن، اللحوم كما ذكرنا مثال البقرة. يوجد أيضا الدواجن والبيض. الدواجن أي الدجاج، والدجاج نتحصل على أو نتحصل منه على إذن الدجاج، لحم الدجاج والبيض، لأن الدجاج يبيض ولا يلد، فنتحصل على البيض لكي نطبخ به بيضة مسلوقة. حسناً سوف أتوقف وأكمل. إذن دائماً في أو ننتقل إلى أنجز. قلت لكم إنني مشتتة الذهن لأنني جائعة. أنجز دائماً في الصفحة 34، ونتطرق إلى هذا التمرين. ولكن قبل أن نتعرف على نص التمرين أو سؤال هذا التمرين، نقرأ مع بعض المجموعات الغذائية. إذن المجموعات الغذائية هي لدينا هنا بالأحمر مجموعة اللحوم والبيض والأسماك، بالأخضر لدينا مجموعة الخضر والفواكه، بالأسود لدينا مجموعة الحليب والأجبان، بالأصفر لدينا مجموعة الزيوت والدهون، بالرمادي لدينا مجموعة الخبز والعجائن، وبالأزرق لدينا مجموعة الماء والمشروبات. إذن كم المجموعة لدينا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. لدينا 6 مجموعات. ماذا سوف نفعل بهذه المجموعات؟ نقرأ مع بعض. إذن السؤال: أحط كل غذاء مستعملا اللون المرافق للمجموعة الغذائية المناسبة. إذن كل مجموعة لديها لون خاص بها. في هذه الدائرة الصغيرة في الكتاب لديكم مربع، سوف نحاول أن نحيط أي بدائرة أو بقلم بأقلام ملونة، نحيط على كل صورة أو وذلك باللون المرافق للمجموعة الغذائية المناسبة. ماذا يوجد في أول صورة؟ يوجد إذن كأس مملوء بماذا؟ بالحليب. إذن كيف نصنف هذه المجموعة أو كيف نصنف هذا الغذاء؟ نصنفه في مجموعة اللحوم والبيض والأسماك؟ لا، نصنفه في مجموعة الخضر والفواكه؟ لا، فهذه ليست خضر ولا فواكه. نصنفه في مجموعة الحليب والأجبان؟ الحليب والأجبان، لدينا كأس من الحليب، الحليب مجموعة الحليب والأجبان. نعم نصنفه في مجموعة الحليب والأجبان، والتي لونها بالأسود، هي مجموعة ملونة بالأسود، إذا نحيط عليها بقلم أسود. لاحظوا الآن هذه الصورة الموالية، ماذا يوجد؟ يوجد خبز. أين نصنف الخبز يا ترى؟ نصنفه في مجموعة اللحوم والبيض والأسماك؟ لا. مجموعة الخضر والفواكه؟ لا.
مجموعة الحليب والأجبان، لا مجموعة الزيوت والدهون، لا مجموعة الخبز والعجائن، نعم مجموعة الخبز والعجائن ولونها بالرمادي، إذا نحيط عليها بقلم رمادي، مفهوم؟ ننتقل إلى الصورة الموالية، ماذا يوجد في هذه الصورة؟ يوجد دجاج مطبوخ و يا إلهي فقد إنني الآن أتطور جوعا، لهذا سوف نحدد أو نصنف مباشرة إذن هذه الدجاجة. حسنا، أين نصنفها؟ هل نصنفها في مجموعة اللحوم والبيض والأسماك؟ نعم نصنفها في مجموعة اللحوم والبيض والأسماك، فالدجاج هو نوع من أنواع اللحوم، ولون هذه المجموعة هو أحمر، إذن نحيط عليها بقلم أحمر. لاحظوا إلى هذا، ما هذا يا ترى؟ إنه برتقال. أين نصنف البرتقال؟ هل نصنفه في مجموعة اللحوم والبيض والأسماك؟ لا. هل نصنفه في مجموعة الخضر والفواكه؟ نعم نصنفه في مجموعة الخضر والفواكه، فالبرتقال هو عبارة عن فاكهة، إذا نحيط عليها باللون الأخضر في قلم أخضر مثل ما هو موضح في لون المجموعة. آخر صورة هي طبق، ما هذا الطبق؟ هو لاحظوا يحتوي على ماذا؟ يحتوي على خس، بطاطس، زيتون، إذن أين نصنفه يا ترى؟ هل نصنفه مع مجموعة اللحوم والبيض والأسماك؟ لا. هل نصنفه مع مجموعة الخضر والفواكه؟ نعم نصنفه مع مجموعة الخضر والفواكه، مفهوم؟ الآن ماذا تعلمنا من هذا الدرس؟ أغذيتي متنوعة، بعضها من مصدر نباتي والبعض الآخر من مصدر حيواني. نعيد القراءة، أغذيتي متنوعة، بعضها من مصدر نباتي أي من النبات، مصدرها من النبات كالخضر، الفواكه هي مصدرها من النبات وليس من الحيوان، لا يمكننا إنتاج الخضر والفواكه من الحيوان. أما البعض الآخر هو من مصدر حيواني كالبيض، اللحوم، الدواجن، الأجبان، الحليب، الأسماك، كلها من مصدر حيواني، مفهوم؟ وبهذا نكون قد أكملنا هذا الدرس. أطلب منكم إذن أن تتصفحوا بريدنا أو تتصفحوا موقعنا الإلكتروني وترسلوننا عبر بريدنا الإلكتروني، كما يمكنكم أن تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب والتي يوجد بها كل محتوياتنا التعليمية من دروس وتمارين، كما لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا. وإذا الآن أترككم، نلتقي في درس قادم بحول الله. أستطيع الآن أن أذهب لأتناول طبقي المفضل، وما علي إلا أن أودعكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.